ايه رأيك في الفكرة اللي عاملها عمرو مصطفى مؤخرا، استخدام الذكاء الاصطناعي في الغنى؟ هو عامل أغنية دلوقتي لمي فاروق حلوة قوي. رائع، بس فكرة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خلق أغنية بلا روح، أغنية معمولة كده هقولها لك إزاي؟ يعني متخيطة، جايبين بصمة الصوت وجايبين حاجات ملهاش دعوة ببعض عشان يخلوا الشخص ده يكون بيغني وهو ما غناش، دي مصيبة كبيرة. بس كلنا هنبقى ماشيين في الاتجاه ده، لأن دايما التكنولوجيا في البداية بتبقى غريبة، صادمة، لكن بعد كده بتبقى هو ده الواقع. ده الواقع ودي الحياة وده العادي. فإحنا ليه يعني، إحنا زي ما قلت لك قبل كده، إحنا آخر الجيل المحظوظ اللي كان فيه خير، وبعد كده ابتدى الخير يقل زي ما انت قلتي لغايه ما بقاش موجود، ما فيش اصلا. فدلوقتي يعني ايه اجيب مطرب مش موجود اخليه يغني اغنيه؟ فين الاستوديو؟ فين مهندس الصوت؟ فين الموسيقي؟ فين الموزع؟ فين الروح؟ مش موجود.